هذه الدورة السابعة ديال الايس وين موروكو اللي كتنظم هنا في اقل مامازيكزا في البحيرات ديال هذه المنطقة ديال خنيفرة. حنا فخورين باش نقدموا هذه البلاد وهذه المنطقة للسياح اللي كيجيو يمارسوا هذه الرياضة هنا. هذا العام جاو من 8 ديال الدول الحمد لله وتبارك الله 100 مشارك. هذا الجديد ديال هذا العام هي بان كيعوموا في واحد المسبح اللي دخلنا في البحيره كيعوموا المسافه ديال 50 و100 متر وكما العام اللي فات المسافه الطوال كيعوموها برا ديال 250 500 و1000 متر. وثانيا عندنا حتى لو كونسير ديال الفنان فريد غنام اللي غني بعد مورا السباق. وهذه الموارد صراحه انا كنمارسو من شحال هادي ومزيان المناعه وباش كنوجد له صراحه كندوش بالمبارد ولكن كندير حركه ديال التنفس كيعاونوني باش البرد ما كيجينيش قاصح حيت من كتدخل في المبارد وانت مستريسي داكشي بحال اذا كيعضك بحال شي حنش وكتحس بهذيك البروديه ولكن اذا كنتي مرخي صراحه داكشي كيدوز على خير وبخير. وكناخذ اي واحد يجي مارسي شو ولا صعيب شويه يقدر كما شفت هذا العام شحال اول مره كيجي يشارك ولكن 500 متر ماشي بزاف غير باش يحيدوا هذيك الدهشه ديالهم عليها درنا من المسبح باش ما يخافوش من البحيره وخصهم غير يوجدوا ولكن ماشي غير يجيو يتلاحوا خصهم يفزقوا شويه بون بعدا يدوزوا شي 10 ايام ولا كاع شهر وما يدوشوا بالمبارد ومن يجيو لهنا بشويه ويتبعوا النصائح ديالنا وديال الطبيب اللي معنا لهم حيت بحال اذا الطاقه ديالك كتعاود تشارجا بحال اللي كتدخل في هذا المبارد. والحمد لله انا كنتمنى بان كل المغاربه كاملين يجربوا هذا الشيء ويحسوا بهذاك الاحساس.